يضربها رجل حنق صلف حاقد بغضب وحنق. لما رجل بكل قوته يضرب امرأة ضعيفة شي يصير بالمرأة؟ قابلتني بوجه أعشى بصري نوره فرفعت يدي ولطمتها على عينها. شوف شقد جرح كان بالزهراء لما إجا أمير المؤمنين يغسلها، شاف العصابة على رأسها هي موصيته وغسلني من وراء الثياب. من واقعة الدار إلى استشهاد الزهراء ما رفعت عينها في وجه أمير المؤمنين حتى ما تألمه، ما تعور قلبه، معصبة رأسها ومنزل العصابة على عينها ودائما مطأطأ رأسها. على المغتسل رفع أمير المؤمنين العصابة فبانت عين الزهراء. شهق أمير المؤمنين، شل عين هذه متورمة ومحمرة. هذا أول جرح شاف أمير المؤمنين. وبعد بينما كان يغسلها إذ مرت يده على ضلعين من أضلاعها مكسورة. كلما قلبها على المغتسل سمع خشخشة الأضلاع داخل جسده، فتنحى جانبا وأجهش بالبكاء والعويل وهو ينادي: أيوا فاطمة وبنت رسول الله. وسلمان من خلف الستار ينادي: سيدي أتأمروننا بالصبر وتجزعون؟ انت ما تدري يا سلمان ايش قد ألم المصاب اللي حلب الزهراء. قال: بينما انا اغسلها يا اذ مرت يدي على ضلعين من اضلاعها مكسورة. ايوا ويلا يا أويلاه يا لطمة العين إش صار منها وكسر الضلع ذاك الذي زيد حزن ومن ضرب الأسياط الذي والرمة والعصر وسقوط الجنين نجر الرسا. أويلاه يا حزن الوصي ساعة التغسيل صبت عليه هموم ما يمكن التفصيل ما يلغسل ودموع عينا بالسويس فوق الجنازة وشوفها غير أحواله. سوى الإمام التزام للحائط وخذ يبدي نحيل. سلمان قال له: يا ولي الله وحبيب الله يركن الصبر
هدت كل مصيب قلب لوعه والدمع تشف انهماله. تدري يا سلمان الزمان اش صب علي، انا ما حملتني هالهضم غير الوصي، كسر الضلع شفته ولا طمع عين الزكي، شفت الأسد بالغياب ما يحمي أشباله. ويلي ويلي بيت الدعاء، وأسألك الدعاء، أنا مجلسي خلص وياك لكن أريد عودك عن تأخيري عليك. بعد سنين من وفاة الزهراء عليها السلام كبرت زينب وكانت ويا العباس أبو فاضل، قاعدة تحكي له والعباس يتصور شلون صارت قضية الزهراء عليها السلام. مسكته من إيده وجابته عند الباب تقول له أبو فاضل ترى هذا الباب اللي عصر أمي الزهراء، أبو فاضل هذا المسمار اللي نشب في صدر أمي الزهراء، صار كذا صار كذا. وأبو فاضل يبكي بكاء شديدا. ويلي قعد عباس ويزينب فرد ليلة، وزينب ولبست شيلة أمها وشاهد الشيلة. سوى العباس وغدا يشمها الكفيل ومدمع يسيله، يبكي شي يقول لزينب يا زينب سالي فيلي شقد عددهم كان، كم واحد هذول اللي ما قدر علي يردهم، يا زينب سالي فيلي شقد عددهم كان، هل طبوا عزجية وشبوا النيران. زينب نادت وصاحت يا ابو النوماس 300 نذل عصروها يا عباس، 300 نذل عصروها يا عباس. اسمح لي على هالبيت ها، انا شفت دمها وضلعها وقمت ادق على الراس، والله على الراس وصيح مردة دم على الجذع يا ناس. عصرها عصرا بين الباب والجدار. بعد شي تقل له، تقل له شا سالف لك، شا سالف لك يا خويا الباب من جذوع، وجنا مو ضلع كاسر من ام ضلوع، انا شفتها بالقنوت ومنها جف مرفوع. والجف الثاني ليش ما ترفع الزهراء؟ أنا جفتها بالقنوت ومنها جف مرفوع، وجف ما يرتفع من كثر ما موجوع. ويلي والله ما موجوع، أثاري أثار جتاف أمي من العصر مخلوع. بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها، بضعة المصطفى
ويعفى ثراها. اللهم إن